هالو everybody، في فيديو جديد من مرمر عيون وعقول. طبعا كالعادة وحشتوني جدا جدا. النهاردة هتكلم عن طلاب الثانوية العامة دفعة 2020 او الدفعة اللي في زمن الكورونا. طبعا انا مش هقول لكم هتعملوا ايه ليلة الامتحان او الفترة الجاية، لان دي حاجة مفروغ منها. هنحل امتحانات في ليلة الامتحان، يعني دي حاجة انا مش محتاجة ان انا اتكلم فيها. انا هتكلم في اللي مفروض نتكلم فيه، ألا وهو إزاي هنقي نفسنا أو إزاي هننزل من باب البيت لحد باب اللجنة. أتمنى أن أنا أفيدكم، وأتمنى أن أنتوا تمشوا على التعليمات أو الستبس اللي أنا هقولها دلوقتي، بحيث يعني نعدي مع بعض الفترة دي. مش عايزاكم تصعبوا الدنيا على نفسكم، عايزين ناخدها بالراحة، عايزين نعدي الفترة دي على خير بإذن الله، ونعتمد على نفسنا كده ونكون شطار زي ما بدأنا السنة ننهيها بسلام. خلونا متفقين أن لو طالب سايب الدنيا على ربنا وسايب نفسه وعامل اللي عليه، هيدخل الامتحان مطمن جدا جدا ومش شايل هم اي حاجة. نفس الكلام لو طالب برضو عامل اللي عليه في موضوع النظافة، في موضوع الوقاية، في المواضيع دي كلها، برضو هيشيل الموضوع ده من دماغه خالص، ومش هيكون عليه حمل بسبب الموضوع ده. فاحنا هنعمل الوقاية اللي نقدر عليها واللي نقدر نتفادى بيها اي حاجة، وان شاء الله باذن الله الفترة دي تعدي على خير وتعدوا منها كلكم بسلام. اول حاجة هتكلم فيها هي الهدوم. خلونا متفقين ان احنا قبل ما ننزل من البيت هنلبس هدومنا، ادي اول خطوة اهو، انا همشي معاكم خطوة بخطوة. طيب لما نلبس هدومنا ونروح بيها الامتحان ونرجع بيها، للأسف اول حاجة هنعملها، او مش للأسف يعني اللي طبيعي هيتعمل، ان احنا هنحطها في الغسالة على طول. قدامنا 7 مواد هنمتحنهم او هنروح المدرسة في 7 ايام، هنحضر 7 اطقم مختلفين، مختلفين بالطرحة لو بنت، مختلفين للولد، كل حاجة زي ما هي كده تتحط في الغسالة ونطلع طقم جديد. يعني هنغير كل يوم طقم، واظن الموضوع مش صعب، يعني مش صعب خالص ان احنا ناخد 7 اطقم، حتى لو منهم طقم المدرسة، يعني نعتبر طقم المدرسة ده واحد منهم والباقي هيكون من عندنا الطبيعي. فدي اول حاجة هي هدوم اللي هنروح بيها. هنختار 7 اطقم هنحضرهم من دلوقتي ونلبس كل يوم طقم ويتحط في الغسالة. ممكن نكرر طقم بس بعد ما يتغسل، يعني هيتغسل مثلا ونكرره مرة كمان وهكذا، لكن اهم حاجة يكون الطقم مغسول مش ملبوس، اول ما نرجع نحطه في الغسالة على طول او يتغسل على طول. تمام، دي اول حاجة عايزة اتكلم فيها. طيب تاني حاجة ايه هي من دلوقتي؟ برضو انا بتكلم على الحاجات اللي هنعملها من دلوقتي، وبعدين هتكلم على اللي هنعمله جوه اللجنة. من دلوقتي برضو هناخد فيتامين سي من دلوقتي كل يوم لحد ميعاد الامتحانات، وفي الامتحانات برضو هنستمر عليه كل يوم حباية واحدة قبل ما ننام، على حسب هتجيبوه الفوار ولا هتجيبوه البرشام العادي. تمام، وده شكل الفيتامين سي اهو، علشان بس ايه يعني اللي عايز يجيبه. تمام، ده ب 30 جنيه في 30 حباية، نقدر ناخد منه كل يوم واحدة، اسمه فيتوسيا، وهو فيتامين سي عادي زي اي فيتامين سي. لقيته ده، لقيته الطبيعي العادي الفيتامين سي اللي معروف او فيتا سي، لقيته تمام جدا. ما لقيتهوش ممكن طبعا نستبدله ده برضو فيتامين سي. تمام، ده انا قلت لكم سعره وقلت لكم كل حاجه، تقدروا تجيبوه من الصيدليه ونمشي عليه من النهارده. دي حاجه سهله ودي حاجه طبيعيه لازم نعملها الفتره دي. يبقى كده هناخد الدواء بتاعنا، دي اول حاجه قبل ما ننام. تاني حاجه هنعمل ايه؟ هنشرب حاجه دافيه، ينسون، نعناع، جنزبيل، قرنفل. القرنفل كويس جدا. اي حاجه دافيه قبل ما ننام هتتشرب وخلاص على كده. الكلام ده من دلوقتي لحد ما الامتحانات تخلص. تمام، والطبيعي طبعا ان اي بني ادم يعمل كده، مش بتوع ثانوية عامة بس، لكن انا خاصة الفيديو ده لثانوية عامة علشان ارشدهم للي هيعملوه الفترة اللي جاي، ويكون الموضوع بالنسبة لهم سهل ان شاء الله. يبقى كده الدواء والهدوم الحاجات اللي هنحضرها من دلوقتي. طب يا مرمر احنا خلاص دخلنا الامتحان، هنعمل ايه بقى جوه الامتحان؟ اول حاجة واهم حاجة برضو دي هنبقى لبسناها من البيت بس هتستمر معانا لحد اللجنة، هناخد معانا 2 جوانتي. في حالة ان احنا بنعرف نكتب بالجوانتي هناخد 1 بس، يعني انت بتعرف تكتب بالجوانتي هتاخد 1 بس. طيب مش بتعرف، هناخد 2 جوانتي معانا في اللجنة،
وانا اقول لكم دلوقتي ايه السبب وهفهمكم. بس ايه، انا بتكلم في العموم. اولا ده الجوانتي اهو، هنجيبه الطبي سواء ده او الازرق مش فارقه، يعني مش هندقق في الموضوع ده. والكمامه البيضة ولا الكمامه الزرقاء، مش عايزين يعني الحاجات اللي بتاخد من وقتنا اسئله كتير وبتاخد من وقتنا يعني حاجات كتيره، دي مش عايزينها دلوقتي خالص. احنا عايزين نمشي على التعليمات اللي قايلها وزاره الصحه والاطباء وكل الناس الطبيعيه، تمام؟ اهو يعني موضوع الجوانتي مفروغ منه طبعا، ده اول حاجه تتلبس. طيب انا مش بعرف اكتب بالجوانتي يا مرمر، هعمل ايه؟ هناخد 2 جوانتي زي ما قلت. لو احنا مش بنعرف نكتب بيه هنجرب من اول يوم، بس هو بسيط جدا، يعني اللمس بتاعه نفسه بسيط. حتى لو جربنا نكتب عليه على الموبايل او على اي حاجه، هتلاقوا ان استخدامه او احساسه او ملمسه زي الايد الطبيعيه، فالموضوع مش هيبقى فيه مشكله. لكن لو عايزين نجيب واحد تاني علشان نستخدمه بعد ما نوصل للمدرسه او بعد ما نوصل للجنه، دي حاجه هتكون كويسه جدا. ليه؟ لان احنا خلاص رحنا المدرسه ما نعرفش احنا قابلنا ايه، دخلنا من باب المدرسه الكلام ده كله، وقعدنا كمان في اللجنة والكلام ده كله حلو. طب هنبتدي بقى نمسك القلم، خلاص يعني قلعنا الجوانتي وهنبتدي نمسك القلم نكتب بيه. هنا بقى النقطة، احنا مش ضامنين لما نمسك القلم والمدرسة تيجي تمدي والكلام ده كله والديسك نفسه والحاجات اللي هنلمسها كلها، احنا مش ضامنينها. فنمتحن ونمسك القلم براحتنا ونقلع الجوانتي، وطبعا ما ينفعش بعد ما نقلعه نلبسه مرة كمان. فبعد ما نتخلص منه خلاص نبتدي نكتب ونحل براحتنا ونفكر في الإجابة. وبعد ما نخلص خالص هنبتدي نطلع التاني من الشنطة ونخرج بيه من المدرسة، تمام؟ طيب يعني موضوع الجلوفز او الجوانتي ما فيهوش اي مشكله. ولو ما فيش امكانيه ان احنا نجيب البلاستيك ده، ممكن نجيب اللي عامل زي الكيس التاني ده. في جوانتي بيتباع عند بتوع الادوات المنزليه، بنقدر برضو ان احنا نستخدمه، بيستخدموه في الطبخ والحاجات دي، تمام؟ فده برضو نقدر ان احنا نستخدمه بدل ده. طيب بالنسبه للكمامه، طبعا هنلبس كمامه واحنا نازلين من باب البيت، لازم دي اكيد هتستمر معانا طول اليوم ونتخلص منها برضو بعد ما نرجع البيت، يعني تفضل معانا طول اليوم. سواء الكمامه العاديه دي اهي، دي الكمامه العاديه اللي احنا هنستعين بيها، هنبتدي نلبسها ما نلمسهاش خالص خالص. هنيجي نقلعها، هنقلعها من هنا من الاسفل، هنقلعها كده بالشكل ده بعد ما نخلص من الجزء ده، ما يتلمس، ما نشيلهاش كده، لا هنشيلها بالطريقه دي كده من ورا ودننا بسهوله وما نلمسهاش خالص، ونبدا نتخلص منها بعد ما نرجع البيت. طب افرض يا مرمر انا ما فيش امكانيه برضو ان انا اجيب الكمامه دي، ممكن نجيب الكمامه العاديه القماش، برضو بتتباع في كل مكان. بس عايزه اقول لكم على حاجه بقى، حاجه مهمه جدا، سواء هنلبس الكمامه دي او الكمامه التانيه، يستحسن ان احنا نلبس الماسك البلاستيك اللي هو ايه، ثواني اهو، ده شكل الماسك البلاستيك. ده بيتباع دلوقتي او يعني في المكتبات علشان بتوع الثانوية العامة، يعني هو المفروض مكانه يكون في الصيدلية، لا هو بيتباع كمان في المكتبات لطلاب الثانوية العامة، تمام؟ وتمنه 20 جنيه، يعني الموضوع بسيط جدا جدا جدا. اهو ده الماسك البلاستيك بيجي ويروح كده بالشكل ده، وبيتلبس على الوش بالشكل ده، نبتدي نحطه كده ونلبسه كده، تمام؟ طيب هيكون لوحده؟ اكيد اكيد لا، لازم يكون تحتيه الكمامه بالشكل ده اهو اهو. ودول هنتخلص منهم بعد ما نخلص الامتحان ونرجع البيت بسلام. طيب انا يا مرمر ما عنديش امكانيه للكمامه دي، هقول لكم برده الكمامه الثانيه اهي اهو. دي الكمامه دي بتتباع في كل مكان، اللي هي البلاستيك، وفي منها بيتباع في كوتونيل وفي دايس وفي الامبراطور وفي الكلام ده. انا جايباها في 25 اهي. انا بقول لكم ايه بالاسعار عشان ننزل نشتري يا جماعه، وعشان نحافظ على نفسنا الفتره اللي جايه اهي. دي الكمامه القماش، بنبتدي نلبسها بالشكل ده وبرده ورا ودنينا، تمام؟ طيب انا رجعت خلاص البيت، هعمل فيها ايه؟ هبتدي اعقمها كويس جدا جدا واغسلها كويس جدا جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، في حاله وجود الماسك البلاستيك ده يعني
يغنينا عن الكمامة نفسها، ده يغنينا كويس جدا لان هو عازل قوي جدا جدا، زي ما يكون في ازاز وفي حد واقف ورا الازاز ده. هل لو في مصاب لا قدر الله واقف ورا الازاز يقدر ينقل المرض؟ اكيد لا. كذلك برضو لو احنا في اللجنة، فدي كويسة جدا ان احنا نجيبها وان احنا نستخدمها مع الكمامات. تمام، يبقى الكمامة تبقى تحتها مع الجلافز بتاعنا او الجوانتي مع الماسك البلاستيك. تمام، طيب دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للجوانتي، انا مش بعرف اكتب بيه. طيب مفيش مشكلة خالص خالص، هنبتدي نقلع الجوانتي. هنشيله كده بالشكل ده اهو، اول واحدة هتقلع عادي خالص. تاني واحد محتاجين فيه تركيز شوية، ما نلمسي الجوانتي نفسه، لا هنبتدي من هنا كده من تحت من ايدينا، هنبتدي ندخل كده ونقلع الجوانتي بتاعنا بسهولة ونبتدي نتخلص منه كده. انا هبدأ خلاص احل يا مرمر، وطلعت الادوات بتاعتي. خلي بالنا احنا طلعنا الادوات قبل ما نقلع الجوانتي، احنا بنقلعه واحنا بنكتب خلاص. طب انا دلوقتي هكتب اعمل ايه؟ هنبتدي ناخد الكحول بتاعنا الجميل، هنبتدي ناخد الكحول بتاعنا كحول ايثيلي، طبعا ده بيتباع في اي مكان ونقدر نجيب منه الازاز اللي هي الكبير اللي بتتباع بالكيلو، ونحطها في ازاز صغير. اي علبة برفيوم قديمة، اي علبة مش محتاجينها، اي بخاخة مش محتاجينها، الكلام ده كله. تمام، هنبتدي نعقم ايدينا بسهولة جدا اهو، ونبتدي نحل في الامتحان كويس جدا ونركز كويس جدا، وخلاص كده موضوع ده نشيله من دماغنا. انا خلاص عقمت ايدي، هبتدي امسك القلم، ويستحسن يستحسن اعقم القلم كمان اللي انا مسكته بالجوانتي. نحاول على قد ما نقدر نركز في اللي احنا بنلمسه. ان شاء الله ناخد معانا مليون جوانتي. المهم من بعد ما نخلص اي حاجة انا مش مطمن، مثلا حاسس ان انا لمست حاجات كتير لحد دلوقتي، اقلع الجوانتي اعقم ايدي، ابتدي اعقم الحاجة اللي انا هلمسها، وابتدي اكتب خلاص كتبت حليت خلصت، البس الجوانتي التاني. وده الغرض من الاتنين جوانتي زي ما قلت، ده الغرض الاساسي منهم، ان احنا ناخد معنا اتنين جوانتي، واحد يكون لو احنا مش بنعرف نكتب، وواحد يكون بعد ما نكتب. تمام، خلاص احنا عقمنا ايدينا، هنبتدي نلبس الجوانتي التاني ونبتدي نروح على البيت بسلام وكده، نكون ان شاء الله عملنا كل الوقاية اللي نقدر عليها. بالنسبة في حاجة تانية انا نسيتها تبع الهدوم، بالنسبة للكوتشي، طبيعي هنلبس كوتشي، يعني مفيش بنت تقولي اصلا انا عايزة البس ساندل، مفيش ولد يقولي اصلا انا هلبس شبشب طبيعي، هلبس كيروكس، الحاجات الغريبة دي، لا احنا هنلبس كوتشي حاجة تكون محكمة مقفولة، الكلام ده كله، لان ما ننساش برضو ان الارض نفسها يعني اكيد اكيد فيها الفيروس، يعني ده شيء اكيد، لان هم قالوا ان هو حجمه تقيل فبينزل على الاسطح فالكلام ده كله، فالارض برضو لازم نخلي بالنا منها. موضوع الكوتشي بقى، هناخد كوتشي مش محتاجينه هنقضي بيه الامتحانات كلها. اول ما نرجع البيت هنمسك الكلور بالمية وننزل فيه مية، يعني نغرقه. هنعقم الكوتشي كويس جدا ونسيبه لحد الامتحان اللي بعديه. باص بقى ما بصي، هو احنا هنضحي بكوتشي مش محتاجينه ونبتدي ننظفه بعد كل امتحان بعد ما نرجع البيت باذن الله. يبقى كده انا اتكلمت عن الهدوم، اتكلمت عن الكوتشي، اتكلمت عن الجلافز او الجوانتي، اتكلمت عن الكمامات ما ننساش هنجيب دي باذن الله. انا عايزة كل طلاب الثانوية العامة يكونوا لابسينها، انا يعني بناشد كل الطلاب انهم يشتروا دي ويستخدموها، زي ما قلت موجودة في المكتبات وموجودة في الصيدليات، اسمه ماسك بلاستيك. تمام، والكمامة القماش وبدلها الكمامة العادية، نشوف اني فيهم اللي متاح عندنا، ودي بخمسة جنيه ودي بخمسة وعشرين. تمام، وهنبتدي ناخد الدواء بتاعنا الفيتامين سي كل يوم مع حاجة دافية، الكلام ده من دلوقتي لحد ان شاء الله باذن الله منخلص الامتحانات. طبعا انا بقول ليه يبقى كل يوم، لان محدش ضامن يا جماعة، يعني محدش ضامن هل انا مريض ولا لا. وياريت يا جماعة، يعني بمناسبة ضامنين ولا لا، ياريت بلاش يبقى دلوقتي جو الاكسبيرينس اللي بيحصل بين الصحاب، يعني ما تجيش تمتحني صاحبتك دلوقتي، ما تجيش مثلا تفضلي تسلمي عليها تبوسيها، تفضلي تقولي لنفسك لا اصلها مش بتحبني، اصلها بعدت عني، اصلها ما رضيتش تسلم. احنا مش صغيرين،
لا بجد احنا مش صغيرين، احنا في مرحلة لازم كلنا يبقى عندنا وعي، لازم كلنا نبقى عندنا مسؤولية، نبقى حاسين بالوضع اللي احنا فيه، ما نسلمش على بعض، ما نلومش حد على انه ما سلمش، ونحط تحت دي مليون خط، لان انا عارفة اللي هيحصل الفترة اللي جاية ايه. انا عارفة ان انتوا هتفضلوا تقولوا لنفسكم اصلها ما سلمتش، اصلها عملت، اصل هي مش صاحبتي، اصلها كانت قرفانة مني. لا احنا ما نحسبهاش كده، احنا نحسبها ان احنا في وضع كل واحد خايف على نفسه، ماشي كل حاجة بايد ربنا طبعا، بس ربنا قال ناخد بالاسباب، الاسباب اللي هي ان احنا نقي نفسنا ونبقى عملنا اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. تمام، الموضوع يعني بسيط جدا، يا ريت ما نستهونش بالموضوع، نخاف على اصحابنا قبل ما نخاف على نفسنا. انا دلوقتي او انا كصاحبه انا مش عارفه انا عندي ولا لا، انا ممكن اكون حامله الفيروس، ممكن اتعافى منه طبعا، وبنسبه كبيره ان شاء الله نتعافى منه والازمه دي تعدي على خير، بس ممكن اكون انا حامله الفيروس وما اعرفش الموضوع ده، فما اروحش بقى افضل اسلم وابوس واحضن واقول لنفسي اصل هي مش صاحبتي واختبرها في الوقت ده. لا ده مش وقت اختبارات، ده مش وقت، حتى لو هي انا عارفه والله وانا حاسه بيكو ان انتوا صحاب قريبين من بعض جدا، ما ينفعش اشوف صاحبتي وما اسلمش عليها زي الاول، بس ده وضع لازم كلنا نستحمله. نبدا احنا بالسلام، ازيك عامله ايه، من بعيد لبعيد، مش هنخسر حاجه، نحاول على قد ما نقدر نحافظ على بعض. الكلام ده يعني يا ريت تمشوا عليه كلكم. تمام، طيب ده بالنسبة لكل حاجة انا قلتها. ناقص حاجة اخيرة بس، ودي يعني حاجة فرعية ممكن اللي عنده امكانية يعملها واللي ما عندوش براحته. تمام، بالنسبة لدرجة الحرارة، هنجيب ترمومتر لقياس درجة الحرارة. تمام، ده برضو هنقيس درجة حرارتنا كل يوم، هنقيس درجة حرارتنا ايه كل يوم. تمام، مع الدواء اللي هو الفيتامين سي. طب يا مرمر انا طلع درجة حرارتي 36، عادي جدا، تمام قوي، احنا كده في السليم. طب طلعت ازيد من كده يا مرمر، لا هنبتدي ناخد خافض للحرارة، ده مش هيضرنا في حاجة ابدا، بالعكس احنا بنحافظ على نفسنا. هنجيب الترمومتر اهو بالشكل ده، بيكون جوه علبة وبيتعقم، بيتعقم بعد كده بالكحول، نبتدي نعقمه وقت ما احنا نعوز عادي، وهنبتدي نحطه تحت لساننا ونعرف درجة حرارتنا كام، مكتوب عليه الدرجات اهو بالشكل ده، مش عارفة هو باين عندكم ولا لا، لان انا معلية الاضاءة، لكن ده حاجة مهمة جدا ممكن نعملها مع الفيتامين سي، لكن الفيتامين سي طبعا حاجة اساسية. نقيس درجة الحرارة، لقيناها اكتر من 36 نبتدي ناخد خافض للحرارة، وده طبعا ملوش دعوة بالمناعة، مش بيقللها ولا بيزودها، خافض للحرارة نقدر ناخده حفاظا على نفسنا واحتياطي علشان نتفادى ان درجة الحرارة تزيد عن حد معين. تمام، انا كده جمعت كل الحاجات اللي انا اقدر اقول لكم عليها عشان تقوا نفسكم، واتمنى اتمنى تمشوا على الخطوات دي وتسيبوا الباقي على ربنا وتسيبوا الباقي عليكم، وما تخافوش من اي حاجه خالص، وان شاء الله باذن الله الفتره دي تعدي على خير، وربنا يحفظكم جميعا يا رب. طلبه الثانويه العامه، وعايزاكم تطمنوني كلكم عليكم هتعملوا ايه، وانا متفائله ان شاء الله ان الامتحان هيجي سهل باذن الله، رفقا بيكم ورفقا بان انتوا في ظروف مختلفه عن كل سنه، وبكره تعدي الايام وتقولوا لنفسكم احنا كنا طلاب دفعه الكورونا، والوقت ده يعدي على خير، وتفتكروها انها كانت ايام او فتره انتوا اتحديتوا فيها نفسكم واعتمدتوا فيها على نفسكم واتخططوها لوحدكم، واتمنى بجد بجد تكونوا قد المسؤولية، وربنا معاكم يا رب ويحفظكم يا رب. طلبة الثانوية العامة بحبكم جدا ومستنياكم تطمنوني كلكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، باي باي.